يا بنتي يا حبيبتي ما تبقيش عبيطه وتطيري الواد من ايديكي. يا ماما سيبيني براحتي، انا عارفه بتعامل معاه ازاي. فعلا انت عارفه، بدليل ان ما حاولش يتصل بيكي مره واحده من ساعه ما اتخانقتوا. ما يمكن نايم، واكيد اول ما يصحى يكلمني. ده يبقى مصيبه لو كان نايم. ليه بس؟ ده معناها انك انت ولا على باله ومش همه انه يصالحك. تصدق اه؟ ازاي ينام واحنا متخانقين؟ بس اما اشوفك يا سعد. يا بنتي كده غلط، لو استحمل غزالتك مره مش هيستحملك التانيه. انا رزله؟ اه طبعا رزله ودمك تقيل كمان. بابا انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. بطلي بقى غزاله وقله ادب. طب هو هيستحمل غزالتك ليه؟ احنا استحملناكي عشان بنتنا واتدبسنا فيكي وخلاص، هو هيستحملك ليه؟ مش كده يا شاهين؟ انت اديت البت جامد قوي علشان تفوق لروحها. الواد كويس ولقطه وهتطيره من ايديها بغباوتها.